دي اخر مرة انا هتكلم فيها في موضوع دودو يا قمر ده، ان شاء الله يعني ما افتحش الموضوع ده تاني عشان خد اكبر من حجمه قوي. انا ندمانة ان انا قلت الاغنية، لا انا مش ندمانة، ومش شايفة ان انا قلت حاجة سيئة وتسيء ليا او للمجتمع يعني، فلا دي انا مش شايفاها خالص. طيب ماشي، شايفة انا غلطانة ولا لا؟ مش شايفة ان انا غلطانة، شايفة ان في ناس عندها وجهة نظر ممكن تكون صح، اللي هي ممكن حد يضايق دودو بعدين، ان مثلا بعد سنتين لما يدخل المدرسة، برضو هي بعيدة قوي ان بعد سنتين الاطفال تفضل فاكرة الترند فتقعد تكرره، دي برضو بعيدة قوي، بس وارد يحصل، مش هقول لكم مستحيل بس هو وارد. وعشان كده انا ما طلعتش قررت الاغنية في ولا فيديو تاني، انتوا شفتوني قلته تاني ما قلتوش تاني، لان انا لما قعدت فكرت مع نفسي قلت فعلا ممكن حد يضايقه، وانا مش هخلي حد يضايق ابني على حساب حاجة زي كده، عشان معلش يعني فيوز. انا بس عايزه اوصل رساله لناس معينه، انا السوشيال ميديا دي مش باكل وبشرب منها، الحمد لله جوزي شغال شغل حلو قوي يكفيني وزياده، ابني في مدرسه كويسه من شغل جوزي مش من السوشيال ميديا، مشتركين في نادي حلو جدا من شغل جوزي مش من السوشيال ميديا، عندنا عربيه وعندنا بيت وعندنا حاجات كتير الحمد لله يا رب العالمين من فضل ربنا ومن شغل جوزي مش من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دي مش بتاكلني وتشربني، يعني انت ما بتكسبيش فلوس من السوشيال ميديا؟ لا بكسب، ومن زمان، مش من ساعه ما قلت دودو يا قمر، انا بعمل اعلانات بقالي 3 سنين وشغاله بقالي 3 سنين على السوشيال ميديا، وباخد فلوس من السوشيال ميديا بقالي 3 سنين، مش النهارده ومش امبارح ومش الاسبوع اللي فات، فايه ده كلام خلينا متفقين عليه. طب انت الولاد بيكرروا الكلام اللي انت بتقوليه، خليكي رقيبه على ابنك وما تخلوش انا اهو اللي قلت دودو يا قمر وابني طالع معايا في الفيديو، ما بيفتحش التيك توك، ولادي ممنوع يفتحوا التيك توك غير وانا معاهم بشوف هما بيتفرجوا على ايه، غير كده ممنوع. في يوتيوب كيدز ده بتاع الاطفال بس، انتي بقى كونك مديه ابنك تيك توك ومش وعايزه الناس تعمل محتوى معين ابنك بس يتفرج عليه، دي نجيبها لك منين حضرتك؟ يعني مش فاهماكي بصراحه. انتي لو سايبه ابنك او بنتك فاتحين التيك توك وقاعدين بيتفرجوا براحتهم بدون رقابه منك، فانا اقل خطر على ابنك وبنتك، يعني اقل حاجه ممكن يشوفوها تبقى خطر عليهم، الكلمه اللي انا قلتها اقل خطرا على اولادكم ان هي تاذيهم، لكن حضرتك روحي شوفي اللي بيحصل، مش معنى كده ان ده صح وان انا بقارن نفسي بيه، لا، بس انا بقول لك ما ينفعش نسيب الموبايل في ايد الاطفال يتصفحوا عليه كده براحتهم بدون رقابه، ده مش صح. عايزه اقول لاصحاب الكومنتس السلبيه، كل اناء ينضح بما فيه، حرامي بيشوف نفسه، بيشوف الناس كلها حراميه، والكذاب بيشوف الناس كلها كذابه، وانت برضو بتشوف نفسك زي اللي انت هتكتبه في الكومنت، اوكي؟ فده اخر كلام في الموضوع، ودي وجهه نظري، وبس كده، اتمنى تبقوا فهمتوني كده ووصلتوا لدماغي، وبس، وشكرا، شكرا، شكرا، ودودو يا قمر.